بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الإخوان. نتمنى إن شاء الله نبدأ الحصص ديال بعض الفيديوهات إن شاء الله اللي غادي ننشروهم على قبل فورماسيون فريفيت. غادي يكونوا دي فيديو سبيسيالمون على قبل لاباج ديال الفيس اللي شفت انا الخصائص كاين بزاف، ان بزاف الناس كتطلب لي فورماسيون، كتطلب لي فورماسيون مع الرغم ان كاين عدد كبير من لي فورماسيون في اليوتيوب اللي كيفوتوا المستوى ديالي، كيفوتوا المستوى ديال بزاف الناس، ولكن الناس كتقلب. دونك الناس كتقلب كتسول كتقول لك بغينا بغينا بغينا. حنا غنحاولوا كل مره نديروا شويه داكشي اللي قدرنا الله على حسب الظروف ديالنا وعلى حسب الوضعيه ديالنا باش نقدر نسجل لكم ونحط لكم ان شاء الله فيديوهات اللي تكون في المتناول ديالكم ان شاء الله تساعدكم باش تدخلوا في هذا المجال. دونك حنا مهم بالنسبه للجميع انه يتعلم ريفيت، علاش؟ لانه هو البرنامج اللي جاي ان شاء الله للمستقبل، وحتى بالنسبه للناس لا دوموند كاينه، لا دوموند، ولكن كاينه لا دوموند على واحد الناس اللي عندهم واحد السكيلز اللي شويه يكونوا شويه تبارك الله ادفانس، يعني متقدمين بزاف، هادو هما اللي كاينه لا دوموند، مي ما باغينش الناس اللي هما ديبيتون. دونك داكشي علاش انا كنقول الدراري حاولوا انكم تخدموا، عطيو راسكم شويه بشويه بشويه، عام عامين ان شاء الله تكون ميتريزيتي الريفيت وبديتي كتعرف واحد 50 ولا 60%. الشركه ديال اوتوديسك كتقول لك ضروري خاص الانسان يدير واحد 55 ساعه باش يلاه يقدر يعرف الانيسياسيون في الريفيت، يعرف لي زوتي ديالو، لي زوتي دو باز. دونك حنا نحاولوا ان شاء الله نبداو بشويه بشويه. الخطه اللي رسمت لكم اللي في البال ديالي ان باش تعلموا ان شاء الله راها مزيانه، عندها تجربه وعندها بزاف ديال الحوايج انا استخلصتها من التجربه ديالي، نعطيكم الاشياء الاساسيه باش تركزوا. حنا ما جايينش نشرحوا لي كوموند، ما جايينش نقولوا هادي كدير هادي كدير، جايين نخدموا ونعطيك لا ميثود دو طرافاي كيفاش تتقدم البروسيس، ماشي بروسيس ادفانس باش الناس ما تمشيش معايا بزاف، ماشي بروسيس ادفانس، مي شويه اللي تقدروا تبداو به باش كي تقول راك فاهم، راك فاهم اشنو طاري. دونك بالنسبه لينا ان شاء الله غنبداو نحاولوا نتكلموا على ريفيت كانه برنامج راه هو معروف حاليا، كلشي تورا نايض عليه كيقول لك لا حنا بغينا البيم، شنو هو البيم، واش البيم هو الريفيت، واش اي واحد كان عنده شي سؤال يكتب غير في يوتيوب وغيخرجوا له جميع الاجوبه. ما تسناش انا الراي ديالي ولا الراي ديال شي شخص اخر، لان كاينين بزاف ديال الناس بزاف ديال المتخصصين فصلوا وشرحوا لينا بزاف. دونك البيم هو تكنولوجي، طريقة عمل، بيئة عمل، فكر جديد في التعامل مع المشاريع، وعنده بزاف ديال الأبعاد، راه وصلوا قيلة 8 ولا مع 9 ديال الأبعاد، منهم الواحد وجوج وثلاثة وأربعة اللي بحال إكس وإكغيك وزاد 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 والقدام. دونك حنا يلاه باقين في إكس وإكغيك وزاد، دونك حنا حاليا ما كندخلوش في داك المستوى البعيد، ولكن بالنسبة للناس كاملين أي واحد اللي كيخدم في شي مجال غيحتاج أنه يتعلم جميع الابعاد وجميع الافكار اللي كيطبقها ريفيت على حسب التخصص. دونك ريفيت انا بالتجربه ديالي كنقول خاص الانسان يتعامل معاه كما كيتعامل مع اوتوكاد، هذا امر بسيط باش تعلمه، ماشي باش تعتبره كانك واحد لوتيل اللي جديد اللي لا خاصني نمشي نتعلم، لا نفس ستريكتور نتعلمو على قبل ستريكتور، لا نتعلمو على قبل الماب، نتعلمو على قبل البيزاج، نتعلمو على قبل لاندسكيب، لا غلط. علاش؟ لان هو ريفيت الفكره ديالو هو تصميم واحد ولكن فيه تخصصات، هو تصميم واحد يعني نفس الاسلوب اللي غتخدم به في الماب هو نفس من الاسلوب اللي غتخدم مع الارشيتكت، هو نفس الاسلوب اللي غتخدم به. مثلا غنطبع بلان، الا غنطبع واحد لو بلون في الارشيتكت هو نفس البلون، نفس الطريقه اللي غادي نطبع بها في الماب، نفس الطريقه اللي غنطبع بها في ستريكتور الا غادي نجبد واحد لي كونتيتي ولا لي طابلو ديال الحسابات، نفس الطريقه الا غندير واحد لا ليجوند، نفس الطريقه الا غادي نرسم، نفس الاسلوب. اذا هي طريق وحده كتفرض عليك انك خصك تعلم الريفيت بدون ما تفكر في التخصص، كيف ما تعلمت اوتوكاد تعلمو ريفيت، تعلم اوتوكاد دو باز ومن بعد يمكن لك ديفلوبي راسك، حتى ديك الساعه بعض المرات تجيك شي خدمه تكون ماب ولا تكون ستريكتور ولا تكون في الاركيتكتور غتلقى راسك ما تعلمش بالطريقه ديال لا انا كندير هادي، حيت الا مشيتي تعلمتيها بديك الطريقه غتلقى بزاف الحوايج ناقصينك، بزاف الحوايج غايبين عليك ملي كتجي دير كتلقى بلوكاج، وهذا الشيء طاري لبزاف ديال الناس. دونك انا كنحاول نركز معاكم بعض الاساسيات. دونك في الخدمه ديالنا في ريفيت كنحاولوا نصايبوا دي فيشي ما يفوتوش 150 ميجا،
ما عرفتش هاد الفكرة واش عندكم ولا لا. وكاين اللي غيستغرب غيقول لك علاش حنا خصنا، حنا مولفين كنصايبو فيشيات فيهم 1 جيجا، لا ريفيت ما كنحاولوش نفوتو 150 ميجا. كاينين دي ميثود، علاش؟ لانه هو الفكر ديالو ما كيشدش كلشي كيديرو فيشي واحد، مثلا بحال فيشي اوتوكاد كلشي محطوط في نفس الفيشي، فيشي ارشيكاد كلشي في وسط الفيشي، ريفيت ماشي هو كلشي محطوط في وسط الفيشي، ريفيت هو فيشي كيستعن بملفات، كيستعن ملف ديال البيبان، كيستعن ملف ديال الكوتاسيوم، كيستعن ملف ديال هادي، كيستعمل الملف، اذا كيستعن بملفات، ملفات خارجية محطوطين مصيبين، كيعيط عليهم من لقيتها في الديماراج وكيعاود يطفيهم اللي ما كيحتاجهمش. دونك هو نفس الفكرة حتى في البروجيات اللي كنجيو نخدمو، الا غنصايبو فيلا نقسموها، ملي كنقسموها كنعيطو مثلا على الريتشوسي يجي وحده، نعيطو على هذا يجي وحده، وحتى داك الفيشي سونترال اللي كيتجمعو فيه الفيشيات، اللي كيتجمعو فيه مثلا 4 ولا 5 الفيشيات، كتكون الامور ديالنا مزيانة. نقدرو حتى دوك الجروب اللي كيكون خدام في داك مثلا في الريتشوسي ولا في البريمير ايطاج ولا الدوزيام ايطاج، كيكونوا عارفين روسو شنو. انا كنتكلم غير على كوتي ارشيتكتور، مازال ما تكلمش على فيشي جلوبال. والحاجه اللي مزيانه في الريفيت هو اننا كنخدموا على فيشي واحد، فيشي واحد اللي هو كنقدروا نشوفوا كل شيء في البروجي، كنشوفوا جميع الاشياء اللي كنديروا، كنشوفوا الاخطاء، كنشوفوا حتى الموديفيكاسيون. الا جيت نحرك واحد الفنادق ماشي غير نحركها مثلا في واحد البلان وخصني نمشي نبقى نعاود نحل الفيشيات ديال الاوتوكاد ونبقى نفيريفي باش نحول كل شيء، كتضيع لي الوقت. دونك انا بالنسبه لنا في ريفيت غير حول الباب، تقدر تصغر الباب، تكبر الباب، كيف ما كتغيرها انت في الفيشي، منين ما غيرتيها، سواء غيرتيها من لافي، سواء غيرتيها في لاكوب، سواء غيرتيها في الديتاي، سواء غيرتيها في الطابلو كونتيتاتيف، يعني داك الملفات مرتبطين. اذا ريفيت هو كيدير ريفيزيون انستونتاني، يعني الحاجه كيديرها كيديرها سور بلاس في جميع اللوحات، وحنا كنكونوا مهنيين ومتاكدين، ماشي بحال لا في اوتوكاد لا خصك تمشي تقلب هذوك لي بلونش كاملين واش موديفيتي فيهم ولا لا، وغالبا كيكون خاطئ. ريفيت ما كيخطئوش فيه الناس، علاش؟ لان المشاكل كتحل وسط الريفيت باذن الله. تعلموا له غير شويه ديال المجهود، هو راه لوجيسيال محدود، ما فيش بزاف ديال البلا بلا، ما فيش بزاف ديال السياقات، يعني نفس الاشياء اللي كاينه هي ستاندار محدوده، يمكن لك تتعامل معاها مره واحده ولا جوج صافي، وغادي تبقى غادي معاها نفس الاسلوب اللي استعملته في اوتوكاد غتستعمله حتى في ريفيت. دونك باش ما نطولوش الهضره بزاف، غنحاول نتكلم على واحد الفيشي عندنا ان بروجي سير اوتوكاد لهذا. دونك بالنسبه لكم هذا البروجي هذا، ما تقولوش لي عطيني فيشي اوتوكاد. دونك نبغيكم انكم تحمسوا وتمشيو تقلبوا على فيشي اوتوكاد موجودين سير جوجل، كتب في جوجل ار بلس 3 دي دبليو في جي، غيخرجوا لك راه عطى الله لي سيت، هز البروجي نبغيك دير ريسيرش وتبدا تخدم. دونك الفكره ديالنا هو كيفاش نقدر نخرج انا من اوتوكاد للريفيت، لان هذه هي المرحله الاولى اللي عندك. غتقول لي انا باقي ما تعلمت لي كوموند، مازال ما تعلمتش هذه، متفق معك، انت مازال ما كتعرف والو على الريفيت. يلا شعلتي الريفيت، بدا من هذه، بدا من هذه النقطه باش يكون عندك الحماس. دونك باش تبدا من هذه النقطه، اول حاجه تجيب فيشي ديالك اوتوكاد، هذا فيشي اوتوكاد، انت مولف على اوتوكاد، دونك كتفيريفي كتلقى البروجي ديالك بالمتر، اذا لينيتي ديال الدسان بالمتر، كاين اللي كيلقى المليمتر السنتيمتر، اذا حنا نحاولوا نقادو البروجي ديالنا. انا ما يمكنش لي ندي هذا البروجي كامل الريفيت حيت يتقل، اذا اش غادي ندير؟ غندي بلونش ببلونش كنديروا لها ساهله مهله، غادي تمشي ديريكتومون تسيليكسيوني هذا البروجي هذا، هذه هي مثلا ريتشوسي، ونقول له دوبل في دوبل في، زعما بحال ديرو بلوك وسجلوا ليا مثلا في الشومان اللي عندي انا مثلا هنا، نفرضوا مثلا غادي ندير انا هنا في هاد لابارتي هادي، نحيد هاد البلان هذا ونجيب لنا هاد البروجي هذا، غادي نسميه ار دي سي، سي هذا سي لو بلان ديال ريتشوسي، صافي نحطو هنا ريتشوسي، وغيتحط مع الفيشي ديالي اللي هو هذا. اوكي اونجيستري، نحاول نسوفكاردي هاد لينيتي لانها مهمه، وغادي نعاود نرجع لها نقول له ماتر. اوكي صافي ساليت، رجع له الدوسي ديالي، كنقلب في الدوسي ديالي هو هذا، هذا هو الدوسي، لقيت الفيشي ديالي، هاد الفيشي هذا نعاود نحلو بأوتوكاد، لا بحال كنديرو بريباراسيون. دونك هذا هو لو بروجي، اش خصني ندير؟ أول حاجة نمشي فورما كونترول دي زينيتي، ونتيقن باللي مكتوبة المتر، واخا انت سوفكارديت، ما يتيقن ما خاسر والو. تاني حاجة غادي تقلب على 00 ديال أوتوكاد، كاين اللي كيمشي كيسيليكسيوني هذا
وكيهزو من هنا وكيحطو في واحد البلاصه. انا ما كنفضلش هذه الطريقه. شنو كنفضل انا؟ اول حاجه بعدا لوكاليزي الزيرو زيرو، كي لا رجعنا للبروجي كان لوكاليزي الزيرو زيرو ديال هاد لو بروجي. علاش؟ لان انت دابا غدير سوبر بوزي ديال لي بلان، غتحط بلان دري تشوسي، تحط منو بلان ديتاج، تحط منو بلان تيراس. دونك هنا باش يكونوا لي بلان قادين في نفس الاكس في نفس الزد، خاصهم واحد النقطة، هذيك الروبير خاصنا نعرفو. دونك انا الا مشيت كناخدو دايما في الغالب كناخدو لي زيسكالي، السكالي اللي عندنا ناخدو مثلا هاد البوان هذا، ولا هاد البوان، ولا هاد البوان. دونك هاد البوان هي الاساس، كتعاود حدا هاد البوطو هذا، ولا شي بوطو كيكون كيتعاود من الفوق حتى لتحت. ما في الغالب بوطوات كيكونوا بعض المرات يوقفوا ولا يتبدلوا ولا يتشونجاو، مي هادو ديال لي زيسكالي كيبقاو ناضين. دونك غادي نكليكي هنا وغادي نمشي نقول له سيليكسيوني الديسان كامل ونقول له ديبلاسي، خذ البوان دو روبير. هادي هي البوان دو روبير. اوكي، لو بروجي ديالي خاصني ندير له اف 8 باش ما يبقاش غادي ليا اورثودونال. غادي نكليكي هنا ونزل لهنا في لابار دو كوموند. في لابار دو كوموند كتب له 0 فيرغول 0. هاد الفيرغول اللي بحال الواو، ماشي شي فيرغول، ماشي نقطه، ماشي شي تخربيق اخر. الا ما خرجتش ديك الفيرغول عرف راسك راك ما درتيش داكشي. صافي، وقول اونتري بالكلافي ديال اوتوكاد زد اونتري او تي او تي اونتري. كيجي البلان عندك، شنو كيقول لك؟ كيقول لك باللي هاد البوزيسيون هذا راه هو اكس ايغريك، اذا هذا هو البلان ديالي، هذا هو البوزيسيون 00. صافي ساليتي سوفغارد. اذا هذا ريتشوسي قادينا نفس الفكره. غادي نمشي ناخذ ليطاج كورون، ناخذ ليطاج كورون ونقول له دبليو اونتري، ونمشي لهنا ونقول له المتر، نقول له البوزيسيون، ونقول له هنا ايطاج سمي ايطاج 00 ولا ايطاج 0، انا ماشي مشكل في التسميه، ونقول له اوكي. دونك هاو البروجي كاين، نمشي للدوسيي، نقلب على البروجي ديالي ونكليكي ونقول له فين هو داك ايطاج، حتى هو خاصني نقاد له 00 مع البروجي الاخر. اوكي سيليكسيوني، خذ البوان، زوم مزيان، اوكي، ونصيفطو هذا اف 8 ونقول له لاحظ ما تكتبهاش هنا، ما تكتبش هنا. الا جيتي تكتب هنا غيطرا لك فيرويج وغيتسد لك البروجي. اش غادي تقول؟ تنزل الكيرسور. لاحظوا انا كنزل الكيرسور حتى كندخل في لابار دو كوموند، نكتب هنا 0.0. بالنسبه للفصيله راه كتكون مع العلامه ديال الاستفهام في الكلافي حدا الان، دونك كتكليكي عليها راه كتخرج لك هذيك الفيرويج. نقول له اونتري زد اونتري او تي اونتري، غير باش الواحد يعقل على هذه المساله ديال الزوم ايطون زد اونتري او تي اونتري. فوالا كيجي البروجي تيقن فورما كونترول دي زونيتي باش الواحد يعقل على هاد المسألة هادي المتر. اوكي ونسو كارت، يعني شي حاجة اللي بسيطة. نفس اللغة نقدر نديرها تاني مع لا تيرس، مي نديروها باش نحاول ندوزو ديريكتومون نخدمو على حوايج اخرين. اوكي متر نقولو تيرا، اوكي اونجستري، اوكي نجيبو الفيشي ديالنا من هنا ونقول له فيشي دو تيرا يجي حتى هو خصنا نقاد في 00 سيليكسيوني ونمشي من هنا لهنا. هادشي اللي كنقول انا راه كاين في اليوتيوب، راه غير الناس ما كيقلبوش بعض المرات. زد اونتري او تي اونتري، راه ما عمرنا غنقول شي حاجه اللي ما كايناش. الاغلبيه الشركه ديال اوتوديسك راه شارحه ريفيت ومقدره بزاف ديال لي فورماسيون، غير الناس الله يهديهم ما كيزين كيبغوا شي نقولوا انهم يضيعوا الوقت، كيبغوا شي حاجه سهله، يعني كيبغوا المعلومه باختصار. دونك حنا سجلنا هنا ان ريتشوسي بريمير ايطاج دايره كلشي كاين ناضين. دونك كنتوكلوا على الله ندخلوا في ريفيت. دونك في ريفيت نحاول نحل الكباري اركيتكتورال، اللي ما عندوش هادو دونك راه ما انستاليش ريفيت، انستالي ريفيت ولكن ما انستاليش مع البيبليوتيك. دونك هو خصو يفهم باللي ملي كتيليشارجي ريفيت من الانترنت راه ما كتكونش مع البيبليوتيك، يمكن يكون بوحدو معاك فيه شي 3 ولا 6 جيجا، ومع هذا باش البيبليوتيك فيها شي 1.5 ولا 2. دونك حاولوا انكم تيليشارجيو عاد باش تانسيرو البيبليوتيك. كاينين فيديوهات كيشرحوا بزاف كيفاش تاجوتي البيبليوتيك. انا دائما كنقول كاين، انا دائما كنقول كاين، اذا نعرف راه كاين ما كنبغوش نضيعوا فيها الوقت. نقول له هنا كامل اركيتكتورال وندخلوا هنا لو بروجي. اول حاجه خاصنا نجبدوا 00 ديال الريفيت. علاش؟ لان حنا قادين 00 في اوتوكاد، حنا كلنا كنعرفو اوتوكاد، كنا معلمين اوتوكاد، خصنا ندوزو ان شاء الله للريفيت. هذا اللوجيسيال جديد ما كنعرفو عليه والو، يلا غادي نبداو نخدمو فيه. اول كلمه غادي نكليكي في في، هاد كلمه في في شنو كتعطينا؟ كتعطينا هنا في الكاتيجوري دو موديل، كتنزل لتحت
وكتلقى واحد الحاجه سميتها السيت. هاد السيت هادي كل حاجه ريفيت عارفها ومسميها ودير لها الكاتيجوري ديالها، ماشي بحال الفكر ديال اوتوكاد. كل لوجيسيال عنده طريقه ديال الفكر ديالو. دونك هنا غنحاول نخرجوا جوج ديال الاسماء، بوان دو باز و بوان توبوغرافي. هذه معلومه جديده تعلمتها في الريفيز، تعقل عليها لانك غتستعملها ديما. ابليكي اوكي، وجات هنا واحد غيقول لي انا ما عنديش في الكلافي في في ما خداماش عندي، نقول له في و سير فيزيبيليتي اند جرافيزم، لان هما حاطينها في الفي، عندها علاقه بالفي. دونك هادشي كامل ان شاء الله نقدروا حاجه بحاجه. اوكي، اذا اللي كليكيت فيزيبيليتي اند جرافيزم كيجيب لي نفس اللغه. هذا هو اللي كيطفي وكيشعل في الريفيت كامل بحال السيستم ديال الكارت. اذا انا شعلت واحد الحاجه خاصني نتيقن انني انا في النيفو زيرو. اذا عندي هنا نيفو زيرو، ملي كتبان لك الكتبه اون غرا عرف انت دابا في لا بلونس زيرو زيرو، طلعتي نيفو 1 دونك نيفو 1، طلعت نيفو 2 طلعت نيفو 2، نسد هذا ونسد هذا وانا خدام على نيفو زيرو. حاليا مازال ما كنتكلمش على المستويات، انا كنتكلم على كيفاش نامبورتي فيشي ونجيبو ونحطو هنا. اوكي، غادي نمشي نقول له انسيري. لان انا باغي نامبورتي شي حاجه، سواء باغي نامبورتي مثلا ايماج، ولا باغي نامبورتي مثلا ايماج، باغي نامبورتي فيشي اوتوكاد، ولا باغي لي اوتوكاد. امبورتي كاد معروفه يعني كتامبورتي فيشي اوتوكاد، ولكن لي كاد ما كيعرفوش بزاف الناس الطريقه ديال لي. ملي كتشوف هاد السلسله الصفراء فهم باللي واحد الحاجه غتبقى برا، وحنا غنطلعوا عليها فكره ديالها، يعني هذيك الحاجه غتبقى في الملف ديالها، ما غندخلهاش عندي لهذا الملف، ولكن غنطلع عليها. واما افضل هاد لي ولا امبورتي؟ انا كنفضل لي لانها كتعطيني امكانيه كبيره، امبورتي كتقيدني صافي، كيقول لك دخل عندك الفيشي صافي ما عندك ما دير. دونك حنا غنجربوهم بجوج، غنقول له امبورتي كاد. امبورتي كاد اش بغيت امبورتي؟ بان امبورتي الريد شوسي، هذا هو الريد شوسي ديالي. دونك هذا هو لو بلون، انا عارفه كاين في 00، هذا هو الاسم ديالو، هذه هي الاكستنسيون ديالو دي دبليو جي. شنو كيقدر يامبورتي؟ كيامبورتي دي اكس اف، كيامبورتي مثلا هاد دي جي ان، كيامبورتي مثلا سكيتش شوب تاعي كيجيبها، كيامبورتي هاد 3 دي ام ديال رينو. دونك انا في الغالب كنخدم بيه غير دي دبليو جي وسكيتش. اوكي، اذا انا قلت له اعطيني ار دي سي، يعني امبورتي لي الفيشي ديالي. هنا قال لي كونسيرفي لي كولور، هنا لي كولور يعني الالوان اللي عندك في الفيشي ديال اوتوكاد غادي يجيبهم، يعقل عليهم ولا انفيرسيهم ولا يديرهم نوار بلون. انا بحكم انا عندي كحل وبيض دونك ما عنديش مشكله، خلي الكلمه كونسيرفي. عندنا هنايا لي كالك نيفو، واش يجيبهم كاملين ولا يجيب غير الفيزيبل اللي كيبانوا، ولا يجيب هذوك شي وحدين اللي مطفيين، ولا شنو بغيت يقول؟ يجيب كل شيء، طفي والشاعل يجيب كل شيء. دونك هنا بوزيسيونمون، هذه هي الكلمه اللي كتبرزط الناس كاملين. بوزيسيونمون هنا قلت له اوتوماتيك اوريجين تو اوريجين. يعني انا يمشي يجيني هو من اوتوكاد، من اوتوكاد مثلا في رايت شوسي، وهذا هو 00، يمشي لعند الريفيت في 00 تحط لي البلان هنايا. علاش درت انا هذه الفكره؟ باش فين ما نطلع في شي لوحه يبقاو عندي لي بلان سوبر بوزي، ما يتخربقوش ليه، ما يجينيش بلان هكا ولا هكا. ولكن بعض الحالات ما جاونا، اشنو ندير؟ غادي نعلمك حتى هي كيفاش دير، كيفاش تتعامل معاه باش الامور تكون عندك مضبوط. غنقول اوتوماتيك اوريجين تو اوريجين. عندنا كلمه هنا واحده اخرى يونيتي دامبريسيون قدام، نقول لك ديتيكتي اوتوماتيك. هنا اش غيدير؟ غيديتيكتي هاد الجمله اللي عندنا هنا فورما كونترول ديزينيتي، هادي اللي كيشوفها، ما كيشوفش الكوتاسيون، ما شغلوش الكوتاسيون، ما يعرفهاش، كيعرف هو هاد الكلمه هادي اللي سجلنا. دونك حنا بالنسبه لينا غادي نمشي نقول له ريد شوسي، نقول له ما ديرش ديتيكتاسيون اوتوماتيك. يقدر يتكلف، يقدر يتبلونطا، يقدر شي لعيبه ماشي هي هذيك، اكد عليه انت ما تخسر والو، قول له متر متر. دونك حنا ملي غنامبورتيو الفيشي ديالنا، هاد الفيشي اللي غنامبورتي هو في النيفو زيرو، دونك هو البلون ديالي سي ريد شوسي، اذا نيفو زيرو صافي نحط هنايا. هنا كيقول لك سيليكسيوني اون في دوريونطاسيون، هي لا في اللي عندنا. وهنا مثلا كيقول لك كوريجي لي لين ليجيرمون ديكالي بارابور الاكس، هادي كنحاول انني نقول له نكوشيها. بعض المرات بعض المرات كنديكوشيها، الا كانوا كيجيوني الخطوطه من اوتوكاد وكيجيني داكشي هربان كنعاود نكوشيها ولا نديكوشيها باش نشوف واش داكشي اللي تامبورت دخل صحيح ولا لا. هادي في حالات الا دخلوا عندك الخطوطه وبان لك داكشي مشي هو هذيك الخطوطه ماشي. علاش؟ لان بعض المرات عندنا البلانات ديال الاوتوكاد انت كتشوفهم هكا، ولكن ملي كتمشي تدور البروجي ديالك طرواداي مثلا بحال هكا، اشنو كيبان لك؟ كيولي بان لك خط طالع الفوق، خط نازل بالزاد، كيبان لك
بزاف ديال لي جو في لي بلان، لان كيكونوا الناس سبحان الله العظيم هو معلم اوتوكاد غير على الله وصافي، ما عارفش هو راه كيطلع خط في الزاد وكنزل الخط في الزاد وداك الشيء كله ماشي هو هذاك. ايه كيبان له اون بلان مزيان، كيبان له في البلان كيبان له مزيان، ولكن اونيفو ديال الزاد ماشي مزيان، ودونك هذا كيخلق مشكل في الريفيت. بزاف الناس كيبقاو يتكلوا مع داك البلان، كيقول لك علاش كيطرى لي هكا. دونك عندك الخطأ الاول هو الاوتوكاد، ثاني حاجه ترد البال هذه المساله، ثالث حاجه اللي هي مهمه هي في اكتيف انيك، هذه كلمه مهمه حتى هي كتساعدنا غير في ملي نبغيو نخدمو، واش نشوف هذا البلان غير في هذه اللوحه شنو كيقصد بها، واش هذا البلان اللي غننزل انا هنايا نشوفه غير في هذه اللوحه، ولا نشوفه اونيفو ديال لا 3 دي ونشوفه مثلا في دوتر فيو. انا كنفضل انه ينزل في هاد لابارتي ما نشوفوش في شي بلان اخر. اوكي في اكتيف انيكمون يعني نشوف غير هنا، اوتوماتيكمون نمشي نقول له اوفرير ونتسنى هنا جاب البلان. لاحظوا ما كاينش الخطا، يعني عارف هو هاد البوزيسيون هذا 0 0 نزل لي البلان. لاحظوا البلان هنا من اللي جا كدار عليه واحد الهايلايت، يعني كيتلون لينا الكادرياج ديالو، الا سيليكسيونيتو كيتعامل معايا ريفيت بواحد الطريقه كيسولني كيقول لي شنو بغيتي دير، اش غادي دير، واش غادي تمسح، واش غادي كومبوزي، واش باغي تستافد، واش باغي اشنو بغيتي دير. اول حاجه خصك تعرف باللي ريفيت ملي كيدخل البلان ديال الاوتوكاد بديك الطريقه كيركب له واحد البينيز هنا باش سي ان فيروياج، ملي تحيد الفيروياج عندك هنا لا ميثود ديال كل دي فيروي. انا دي فيرويت بحال الا بغيت نحرك كونترول زد، بغيت نحرك انا سيليكسيوني، لانك انت ملي غدا سمود لي فوق من البلان تقدر تحركو، دونك هو كيجي كيدير لينا هاد اللعيبه هادي ديال الفيروياج. فوالا البين ديالنا نكليكي، فوالا انا درت البين ديال اوكي نعاود نسيليكسيون. دونك بعض المرات نقدر هو كيجي بحال سي ان بلوك، نقدر نقول له ديكومبوزي، وبالنسبه للديكومبوزيسيون كيطلب منك ديكومبوزي واش توتال يعني فرتك، انا غيفرتك هاد المرحله غيفرتك البلان كامل وغيرجعوا الخطوطه ديال الاوتوكاد ولاو خطوطه في ملك ريفيت. لحد الساعه هنا ماشي ديال ريفيت، باقي في شي ديال الاوتوكاد، نقدر نمسحو كامل ما عنديش مشكل، ولكن الا مشي طبقت عليه الامر ديال ديكومبوزي توتال ولا الخطوطه ولا ديكومبوزي بارسيال، نقدر ديكومبوزي شي حاجه وشي حاجه ما ديكومبوزيهاش. حنا نحاولوا نمشيو بشويه بشويه، الا قلت له ديكومبوزي توتال هنا في هذه المرحله هذه غادي يحول الخطوطه كاملين، وغادي نجي مثلا ناخذ مثلا هاد لالين هادي، غنلقى بلي هنا ريفيت عطاني لي بارامتر وكيتكلم معايا كان هاد الخط ديال ريفيت، فوالا كيتكلم معايا كانه لالين ديالو. دونك هذا حنا ماشي في الصالح ديالنا، حنا اي حاجه جبناها من اوتوكاد خاصها تبقى في شي اوتوكاد. اذا انا بالنسبه ليا نسيليكسيوني، نقدر نقول له سوبريمي لي كالك هنا في هاد المرحله، سوبريمي لي كالك سوبريمي كلشي، اختار شي كالك انا باغي نمسحو، نقدر نقول له مسح لي بورت، مسح لي مير، على حساب لي كالك اللي عندك انت في اوتوكاد هنا منين جبتيهم. لي كالك ديالنا اللي كاينين اوتوكاد، فوالا هادو هما لي كالك اللي كاينين، نقدر نمسح منهم شي مثلا نمسح هاد الصول ولا نمسح الحاجه اللي بغيت. في العوض ما تمسحها في اوتوكاد يمكن لك تمسحها حتى في ريفيت، ما كاينش اشكاليه، ولا نمسح كلشي ولا غير سيليكسيوني انفيرسي هاد كلشي اجراءات عاديه عندكم. اوكي هنا عندنا يعني الحاجه نقدر نديرها في البريمير بلان، نديرها في لاريير بلان، اشكاليات بسيطه. وهنا ريكويت، ريكويت شنو هو؟ بحال كيستعلم لك كيقول لك شنو هو هذا الخط هذا اللي سيليكسيون، مازال سيليكسيون سكوتاسيون، عطيني الاسم، عطيني الكالك، عطيني النيفو ديالو، يعني كيعطيك معلومات. تقدر تقول له ماسكي دون لا في، يعني مسحو ماسكي خفيه، ولا عاود بينهم. حنا غادي نتكلموا مثلا انا خفيتهم وبغيت نردهم، شنو الطريقه اللي غادي نردهم بها؟ سواء ندير كونترول زد هاهم رجعوا، ولكن لا انا ما بغيتش ندير هكا، نعاود نرجع ونقول له ريكوايت خذ هذا ودير ليا ماسكي ولا دير سيبريم، دير ماسكي دون لافي. انا ما عرفتش يمكن لي نعاود نرجع نقول له في في، شنو غنستافد؟ غنستافد ملي هذا الفيشي اوتوكاد اللي دخلت هنا عنده واحد الشومع كيتسمى كاتيجوري امبورتي. دونك حنا في الاول جينا لهنا وخدينا السول باش جبنا 0 0، دابا حنا غادي نجبدو الكاتيجوري امبورتي ونشوفو نلقاو فيشي اوتوكاد ديالنا هنا. فوالا هاد الفيشي اوتوكاد مسمي ليه واحد الكلمة ديال فيزيبيليتي، يعني مسموح له انه يبان، ولكن الا جيتي لتحت غتلقى العلامة ديال بلوس، غيخرجو لك جميع لي كالك، يعني عندي الحق اي كالك من هنا نطفي، نطفي ولا نشعل. بالغالب الكالك اللي طفيت هو القيمة 0، اذا نعاود شعلتو ابليكي اوكي رجعوا
سي نورمال. دونك انا عاود نقول له فيفي شنو نقدر نستافد تاني، هو انني يمكن لي نجي لهنا نقدر نختار دومي تانت، شنو كيقصد دومي تانت؟ انه يولي فلو في لا كولور ديالو، سي ري تشوسي ضروري ما نحلش، ماشي مهم انني نحل لي كارت كاملين، نقول له ابليكي اوكي كيولي فلو، يعني يسهل عليك باش ما يبقاوش لي لين ديالك مخلطين مع لي لين ديال اوتوكاد، وباش تعرف راسك اشنو رسمتي وشنو ما رسمتيش. في الغالب هاد الحاله هادي ما كنخليوهاش حنا كاع دومي تانت، على حسب كل واحد شنو كيدير. انا لا ميثود اللي كندير كتعجبني، كنحاول نجي لهنا ناخذ لي بلون دري شوسين، سيليكسيوني هاد الكالك بالشيفت نزلت على اخر كالك ونبدل اللون. لاحظوا هنا عندي غومبلاسي لين، هاد غومبلاسي كليكي كيخرج لي هاد الجرافيزم. الجرافيزم هو انك بحال كتركب واحد الماسك، هذاك الماسك على حسب دوك خطوطك كاملين. غادي نقول له بلي الخطوط كاملين انا بغيتهم مثلا يكون لا كولور ديالهم برتقالي، صافي هذا هو اللون اللي بغيت. اوكي اوكي ابليكي اوكي. هنا الشكل ديالي كله برتقالي، ولكن شنو المشكلة اللي فيه؟ هو انني باقي مخلي فيه الامر ديال الدومي تانت، نحيد الدومي تانت غادي يكون برتقالي ناضح. دونك في في يمكن لك ديك الساعه تردو نوار، يمكن لك تردو كري، ما كاينش اشكال. هذا هذه المرحله الاولى ديال انك تامبورتي في شي اوتوكاد وتحط هنا. ملي دخلنا اوتوكاد فرضنا مثلا حنا اكتشفنا باللي عندي خطا، والخطا ديالي هو انني مازال خاصني نزيد مثلا نزيد واحد لالين هكا وهكا وهكا، وندير واحد الكروه هنا مثلا، خاصني نزيد هذه المساله هذه اونتري اون سوف غارد. الى رجعت للريفيت هنا كيصعب عليا اشنو خصني ندير، كيقول لي خصك تشد هذا وتسيبريمي تسيبريمي وتحيد الفيرويات وتعاود تقول له سيبريمي، وتعاود ثاني المرحله من الاول امبورتي امبورتي كاد، وتمشي تجيب البلان باش تدخل. دونك هذه فكره اللي هي محدوده بالمرحله اللي انت فيها. اش كنفضل انا؟ كنفضل انني نجي نقول له لي كارد، هادي مزيانة. علاش مزيانة؟ انتم غتشوفوا الإيجابية ديالها. نقولو ريد شوسي، نقولو ريد شوسي هو هدا، نقولو أوريجين كونسيرفي تو توت لي كال، كنقولو هنا متر إنيكمون، ونجي ديريكتومون نقولو أوفرير. أوكي تحط البروجي ديالي في نفس البوزيسيون. فرضو مثلا في أوتوكاد جاب بالموديفيكاسيون، ولكن أنا هنا فرضو مثلا أنا حيدت هادي، مثلا عكست العملية وجيت حيدت حتى هاد السيركل هذا، بغيت نصحح وصححت شي حوايج اخرين، صححت مثلا واحد لالين هنا لالين هنا لالين هنا، درت تصحيح مشى عليا التصحيح ديالي سوف كارديت. واش في ريفيت خاصني نمسح هذا وندير؟ لا، ما عندناش هاد المساله. عندنا مساله بسيطه كتمشي هنا، وعندنا واحد الحاجه سميتها جيستيون دو ليان. جيستيون دو ليان كتقلب كتلقى اي اف سي، وكتلقى فورما سياو 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 كونسيبسيون اسيستي بار اورديناتور. دونك هنا عندي ار دي سي، ار دي سي هذا هو البلان ديالي شارجي. الى سيليكسيونيتو اش غادي نقول له هنايا؟ اما نقول له غوشارجي ولا نقول له ديشارجي؟ من الافضل نقول له غوشارجي، غير باش دير غوشارجي كون متيقن ان الموديفيكاسيون اللي درتيها في اوتوكاد راك سوفكارديتيها باش اوتوكاد باش ريفيت يشوف غوشارجي صافي. اوكي غادي نلقى فوالا جانا هذاك لي موديفيكاسيون كلهم اللي درت. دونك هادي انا كنفضلها على المرحله الاخرى، حتى ملي كندير في في على نفس الاسلوب كيتعامل معايا باللي انه في شي داخل. دونك هنا كنسميو امبورتي كاد، يعني كتدخل لي لين وكيولي وسط الريفيت، ولكن مازال ما كيوليوش ديالو حتى لواحد المرحله. ولا هنا لي كيتمحل كنطل على داك الفيشي، وهنا حتى هنا يمكن لي نقول له ديكومبوزي، نقول له لا هنا ما عندناش لا مان ديال ديكومبوزي، عندي غير لا مان ديال الريكويت، ما عرفتش شنو، نطفي الكالك نشعل نتحكم، مي ما عنديش الحق ان هاد الخطوطات نحولهم يولوا خطوطه ديفينيتيفمون، لانك انت ديجا ريفيت كيطل على الفيشي ديال اوتوكاد كيطلع عليه. اوكي هادي قدينا هاد المساله، مابقاش عندنا المشكله ديال حنا. المشكله دابا اللي عندنا بالنسبه لينا في البلان هو اننا خصنا نحدو المستويات. المستويات اللي عندنا، عندي هنا مستوى ديال 3 متر في الريد شوسي، 3 متر في البروميير، 3 متر في الدوزيام، تيراس 2 متر 5. دونك حنا بغينا نقادو هاد المستويات باش نانسيريو لي بلونج ديالنا. الا مشينا للريفيز باش نقاد انا المستويات، انا كنشوف البروجي عندي 4 الكاميرات، كاميرا من اليمين من اليسار من الفوق ومن تحت.
المهم الجهات، يعني الشمال الجنوب الشرق. دونك انا نحاول دائما نشوف هذا الاتجاه، كنمشي لهاد الكاميرا هذه ونكليكي عليها دو فوا بحال هكا، كتجيب قدامي كتقول لي اليفاسيون سود، الا مشيت لي زيليفاسيون غنلقاها هي قدام. ها اليفاسيون سود كتلقى عند حاجه محطوطين هنا كيتسموا لي نيفو، هاد لي نيفو هادو هما هاد لي نيفو اللي كاينين هنا، سهلة معنا يعني هاد لي نيفو هما هاد النيفوات. بغينا نبداو نتعلمو نسميو لي نيفو، غادي نسيليكسيوني هذا ونكليكي على هادي زوين مزيان، ناخد مثلا هاد النيفو هذا ونسميه 00 مثلا، وبعد من حدا واحد شويه نقول له ار دي سي باش تعقل نتايا على النيفوات ار دي سي صافي. ولا يمكن لك تجي دير واحد الترتيب اخر تا هو زوين، تسمي 10 ار دي سي. اوكي هنا راه يسولك يقول لك فو فولي غونومي لي في كوريسبوندون، قول له وي هادي غونوميها وبدلها حتى هنايا، قول له وي نو بلي صافي نو بلي افيشي سو ميساج باش تبقاش تبين ليا باش ما نصدعش انا راسنا. اذا 10 ار دي سي غادي نمشي لهذا نكليك عليه وغادي نسميه مثلا 20 ايطاج، سميه ايطاج 01 صافي. هذاك الرقم الاولاني غير رقم ديال الترتيب، اما المباقي هو البروجي. هنا نفس المساله نقول له ثاني هنا 30 ايطاج 02. دابا هنا باقي محتاجين طبقه اخرى اللي هي الطراز، كيفاش غنصيبوا هاد الطبقه هادي؟ دونك هما جا قال لك الطريقه اللي سهله اركيتكتور، وكتمشي تجيب النيفو. ها هو النيفو، يعني غادي نصيبو حنا النيفو بحال الطراسي خط النيفو هذا، تجي وتمشي حتى لهنا. لاحظوا كتمشي للاخر كيعطيك بريفيت، كيحس كيعطينا كوتاسيون تومبورير. غادي نقول له خد من هاد البلاصه هادي وسير رسم لينا واحد الخط حتى لعند هاد القطاط. اين فوا كتقرب السوري ديالك هنا كيعطيك لالينيمون اوتوماتيك، قول له فوالا انا صافي صيفط الشكل ديالي، هذا هو لالين ديالي. نسيليكسيوني هذا ونكليكي نقول له مثلا 40 تيرا صافي، او حط المسائل. دابا حنا خصنا نقادو المساله من هنايا على حساب لي اوتور اللي عندنا في اوتوكاد. حنا قلنا في الاول عندنا 3 3 3 جوج اونس، اذا عندنا 3 3 وجوج اونس. اذا من هنا لهنا 3 3 حتى هنا خصنا 3، اذا 6 عندنا هنا 3 هي 9. عاد باش نزيدو نيفو اخر ديال التراس من الفوق باش نديرو ندير الكاج دي زيسكالي، نديرو هكا. واخا هو ماشي نيفو ولكن من الافضل نزيدو، حنا ما عندناش مشكل صافي. نسميوه مثلا، حاولوا ما تدخلوش، الا دخلتي هكا راه الا كليكيتي عليها بحال كيدخلك اللوحه ديالو. دونك نجي لهنا نكليك على التكس، انا كنحاول نسيليكسيوني وندخل هنا نقول له 50 ونقول له كاش كاش باش نحقر عليها وصافي. اوكي هذا الكاش هذا، اذا العلو ديالنا هنا عندنا 3 وجوج ونص هي 11 ونص، كليك هنا 11 ونص. اوكي باش نتيقنا من هاد المعلومات هادو كلهم اللي درنا، نمشيو ديريكت البلان ديال الاوتوكاد وناخد من هنا حتى لهنا نبر، مكاينش مشكلة الواحد يتيقن. نجي حتى لهنا حتى لهنا ونخرج ايضا 11 ونص. دونك هذا هو النيفو ديالي، اخر نيفو كاج دي سكالي غادي نخدم عليه. هنا النيفو ديال لاتيراس هو هذا، ولكن كنزيدو علاش؟ لان هنا عندنا هاد لي نيفو كنبغيو نربطو معاهم لي مير، نربطو معاهم لي دال، دونك خاصهم يكونوا بيان بوزيسيوني. لاحظوا البروجي ديالي 10 20 30 40 50 كي مزيان، وعاده باش عندك بلون دو ماس اللي هو الفيو جلوبال ديال البروجي من الفوق. دونك قديت المسائل ديالي، بروجي ديالي ريتشوسي، ها هو البلان ديالي. دابا انا طلعت للدوزيام ايطاج اللي هو البريمير ايطاج، بغيت نانسيري لو بروجي ديالي. نفس المساله، الا بغيتي تمشي تجيب الزيرو جيبو، ما بغيتيش صافي الامور عندك ناضيه. اذا انا غاتمتاش تقول له انسيري، تقول له لي كان، وتمشي تقول له فين هو داك البروجي. هذا البروجي هذا غيتكرر ديال ليطاج، لان هو بريمير ايطاج هو الدوزيام ايطاج. نقول له هذا، نقول له هنا اوريجين تو اوريجين في انيك، نشوفو غير فهاد لابارتي، ونقول له اوفرير ونزلو البلان ديالنا. لاحظوا سوبر بوز. والدليل في هذه المساله هو انا غندير شي حيط ولا ندير شي حاجه غنلقى داك الشيء جاي مضبوط، يعني ما كاينش ما عنديش شي حاجه تهرب لي. ندوز لهنا نفس الفكره ليا، ونجي لهنا نقول له نعطيني هذا اوفرير
صافي يعني حتى الي اكزيست ديجا موان ان اوكورونس، قول له وي ماشي مشكل، غير نزل راه هو نفس البروجي اللي خدامين عليه، ونمشي للتيراس وننزلو نفس البلان ديال التيراس، نلقاوها هو ونقول له اوفرير، وهنا البروجي ديالنا راه تقاد، خدا البوزيسيونمون ديالو. حتى ولا مشينا شفنا في 3 دي راه غنلقاو 3 دي ديالنا خاوية، ما عندناش مشكل. ماشي بحال بعض المرات كتانسيري كاس امبورتي في اوتوكاد وكيبانوا لك في لي فيو لي كاتر في. دونك نتمنى هذا الشيء اللي شرحت كامل انكم تحاولوا تخدموه، وان شاء الله كل مره نحاولوا نزيدوا شويه حتى توصلوا لافضل مستوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.